قصة كتبدا بواحد الراجل فيه 40 عام كان غادي مسافر حتى لقى راسو في الصحراء جالس منو للسماء خصو يشرب الماء لان الصحراء ولكن راكم عارفين الشمس كتضرب بواحد الحراره كثيره تلف السيد وما لقى منين يجيب الماء دونك الوقت كيدوز هو بحال بدا يعني الطاقه ديالو كتفشل تقريبا غادي يطيح وكان حدا دابا في المدينه كره طاح وسخف وبقى تما حتى جاوا الناس فيقوه لا دابا في الصحراء ما الى طاح غادي يموت دونك بقى كي بحال تيتفكر الاسره ديالو كيتفكر الدراري ديالو كيتفكر داك المقام الزوين اللي عنده في الدار وهذا الشيء خلاه انه يوقف ويبقى جالس كيقلب علاش كيقلب تيقلب على شي واحد اللي ينقذو تيقلب على شي حاجه اللي تخرجو من هذا البلاصه واحد شويه هو كيشوف بانت له من البعيد بحال واحد الخيمه صغيره بدا كيسول راسو واش فعلا هذه خيمه بعدا ولا غير داك السراب ديك القضيه اللي تتبنى من البعيد بحال راه كاين الماء وهو راه ما كاين والو في التالي يعني الصحراء عندها واحد الخدعه دونك ما عرفش شنو يدير ولكن قال ما عندي ما ندير شنو نبقى جالس في الصحراء اللهم نمشي لديك البلاصه بقى غادي 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 تيقرب كيقرب وفعلا شحال ما قرب شحال ما كيزيد يتاكد بلي هذيك فعلا خيمه حتى وصل ودخل للخيمه كيما لوزمو لقى واحد الخيمه يعني دازت عليها سنين الخبراء موسخه ما فيها ما يتشاف وبدا كيقلب هكا وهي كانت غادي تشد واحد الصدمه قلبيه ملي شاف بلي كاينه واحد المضخه ديال الماء واحد البومب كتخرج الماء بدا كيخدم فيها طعف طعف زداف هداف 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 تيحاول يخرج الماء ساعه والو بقى تيحاول زعما مده وتيحاول وفي التالي فشل وطاح هو طايح وحس بالحزن والاكتئاب قال مع راسو يعني سورمون غادي نموت هنايا غنموت في هاد البلاصه وعائلتي ما يعودوش يشوفوني بدا كيوصل يعني لذاك الحاله ديال الحزن واحد شويه بغى يتبان له واحد القرعه ديال الماء قرعه الماء الماء فين تيكون في القرعه ديال الماء شافوه في قلب القرعه ديال الماء يعني جبدوه من الارض لانه كان مدفون وزول ديك الغطايه اللي كانت كتخليه باش ما يتبخرش الماء لان الحراره غادي تبخره وتيشوف اون فاس مع الماء غادي يشربوا اخيرا ولكن تيشوف واحد لي رومارك واحد لي نوت مكتوبين يقولوا له ما تشربش هذا الماء هذا الماء هذا كبوه في قلب المضخه كبوه في البومب ديال دولو علاش لان الماء ما يدير البومب دولو زعما غيخرج الماء بزاف لقى راسو في واحد لا سيتوياسيون صعيبه واش نشرب الماء ولكن راه ما شربتو راه ما عندي كيفاش ندير هاد لا بومب هادي غادي لا بومب خصني نكب فيها الماء ولكن تخيل نكب فيها الماء وما تخدمش بحال القبيله كنت كندور فيها وما خدماتش حتى دابا نكب فيها الماء واخا داكشي ما تخدمش حس بواحد الضغط وتقلق وما عرفش شنو يدير قليل فينا اللي ديجا تحط في سيتوياسيون بحال هادي ديال الفرق بين الحياه والموت خصو ياخذ واحد القرار اللي غيدير له الفرق بين الحياه والموت ديالو ولكن الاغلبيه ديالنا خدينا قرارات اللي الا خديتي لا ديسيزيون غادي تمشي على اليمين ما خديتيش ديسيزيون بعد تمشي على اليسار بعيده على كل واحد على الاخر دونك نسولكم نتوما هذا السؤال الا كنتي في بلاصتو شنو غادي دير واش دير الاولى ولا الثانيه مع العلم انك الا اختاريتي وحده من الاختيارات ما يمكنلكش ترجع للور وصافي خصك تحمل العواقب ولي كونسيكونس ديال هذا الاختيار اللي خديتي واخا نرجعوا للقصه ديالنا السيد جاء واحد القوه الايمان مندفع الزيت ديال السماء وبدا كيدعي ويديه كيغزلو وقبض ديك القرعه ديال الماء وتيكبها في المضخه كبها في المضخه وناض كيهز تيدفع فيها تيحرك فيها في داك البومب ديالو واحد شويه وبدا يسمع وهو عجبو الحال بقى كيزيد يزيد يزيد حتى لقى واحد الانفجار با الماء هبط بزاف كثر من اللي يقدر يشربو وفرح بزاف بقى يشرب 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 حتى كان غادي يدوخ بقى كيشرب وحط القرعه ديال الماء وعمرها ديك القرعه ديال الماء يعني ديالو وما نساش داك التعليمات اللي قالوا له عمر ديك القرعه ديال الماء ملي تسالي لانها كانت مكتوبه في الاول عمر المضخه وملي تسالي عمر حوتاني هاد القرعه ورجع لبلاصتها رجع لبلاصتها وزاد على واحد الحاجه على داك التعليمات زاد عليهم انا كنت في البلاصه ديالك لقد كنت في نفس المكان ثق فيا يعني انا جربت هادشي وصدق دونك الشرفه حتى حنا نفس الحاجه عندنا واحد الرحلات عندنا واحد التجارب اللي خصنا نديروهم واللي غادي خصنا في قلب منهم ناخذوا شي قرارات اللي صعيبه الا خدينا القرارات المزيانه تبارك الله هذه مساله رائعه غادي نقدروا نعاونوا الاقارب ديالنا والاصدقاء ديالنا بداك الامور بداك التجربه اللي استفدناها ونقدروا نعلموهم كيفاش يوصلوا لديك النجاح اللي وصلنا له والا خدينا قرارات غير صائبه مزيان هذه تجربه غادي نتعلموا منها وغادي تخلينا في المرات المقبله ما نعاودوش نديروا نفس الخطا تبارك الله عليكم كان معكم صوم شقرون مع السلامه الى اللقاء